أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات برج العذراء ليوم الاثنين التلات الموافق 12 سبتمبر 12 أيلول 12/9/2023، لأنك بتميل النهاردة إنك تفكر بدقة كبيرة في كل حاجة. من المتوقع إنه يكون يومك مثمر على صعيدك المهني. هيبقى من الصعب عليك إنك تحس بالرضا الكامل بسبب التأخير في بعض المواعيد والتأجيلات اللي بتبقى في مهماتك. عندك النهاردة وجهة نظر مش بس فيها فرصة تثبت نفسك، هتستمتع بمشاركتك في بعض الأنشطة الدينية والفنية. جميل جدا انك تبقى على استعداد دايم تلبي كل اللي بيتطلبه منك شريك حياتك. حاول تتمهل احيانا عشان تعرف ايه اللي بيقودك لده، وهتبقى متعطش جدا الفترة دي عشان تقوم بشغل كتير ما قمتش بيه قبل كده، عشان تخرج من حالة الروتين اللي بتبقى في شغلك الحالية. هتساعد نفسك اولا عشان يساعدوك الاشخاص اللي حواليك، وتتخلص من كل القلق اللي بينتابك وبيزعجك. هيقضي القمر يومه في برج الأسد اللي هيشجعنا عشان نرتقي بأفكارنا وأنشطتنا. هنبقى متحمسين عشان نلعب ونتصرف ونعبر عن إبداعنا. هنبقى فخورين وهنفضل إننا نمشي على الطريق السريع في اليوم ده. هيزدهر عندنا الإبداع وهنبقى رومانسيين وكرماء في مشاعرنا، وهنفخر بشكل خاص بكل إنجازاتنا. هنكون حابين نحظى بتقدير وتصفيق كبير جدا في ظل التأثيرات دي والمرح. مع تربيع القمر وأورانوس في وقت متأخر من الصباح هنلاقي صعوبة في أننا نتبع القواعد والقيود. هيكون القمر خالي جدا النهاردة من الجانب الأخير مع القمر قبل ما تتغير العلامات لمربع مع أورانوس، عشان يدخل القمر في برج العذراء في يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر في الساعة 1 صباحا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.